السبت 6 إبريل لعام 2019، برج الحمل. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان عمر السعيد، والفنان أوكا، والفنان حسن عبد الحميد. مهنياً، يحدث أمر هذا اليوم يؤكد بوادر تحسن وضعك المادي تدريجياً، وتشعر بالارتياح والأمل بوضع الحلول لكل الصعوبات المالية التي تواجهك. عاطفياً، مفاجأة سارة وغير متوقعة ينظمها الشريك أو الحبيب مع بعض الأصدقاء تشعرك بالسعادة وتوطد العلاقة بينكما. برج الثور. مهنياً، قد تبدأ اليوم بتنفيذ عمل مع أحد الأصدقاء سيدر عليك أرباحاً جيدة إذا أوليته الاهتمام اللازم وأمنت له الكفاءات الضرورية. عاطفياً، قد تشعر اليوم أن الحب أصبح عبئاً على حياتك لأنه من طرف واحد، ولكنك تستطيع البدء من جديد بأمل ليكون متبادلاً. برج الجوزاء. مهنياً، قد تقدم تنازلات تجدها ضرورية لدفع فواتير قرارات سابقة متسرعة، ولكن اعترافك اليوم بالخطأ يخفف نتائجها السلبية. عاطفياً، تكتشف اليوم أن سعادتك هي باستقلاليتك وأن انجرافك وراء مشاعرك الصادقة قد سبب لك كثيراً من المتاعب. برج السرطان. مهنياً، كلما تقدم الزمن كلما شعرت بالنضوج أكثر وازدهرت أعمالك أكثر، وهذا اليوم يخبئ مفاجأة مهنية سارة لم تكن تتوقعها. عاطفياً، تزول فترة القلق العاطفي التي مررت بها سابقاً وتعيش فترة هدوء وترقب لأيام ملؤها الحب. برج الأسد. مهنياً، تنتابك اليوم فكرة غريبة بعض الشيء ولكنها جديدة، وإذا نفذتها قد تفتح أمامك آفاقاً جديدة فيها الخير. عاطفياً، تكون هذا اليوم بحاجة للحب المتبادل وبيدك تحويل الأجواء العاطفية وإعطائها اللون الذي تريده، ربما تختار اللون الأبيض أو الأحمر. برج العذراء. مهنياً، ربما تضيع عليك اليوم فرصة هامة بسبب التردد وعدم اتخاذ موقف واضح وسريع للاستفادة منها. عاطفياً، تعيش أجواء اجتماعية وعاطفية كلها ضياع، وتبحث عن شيء يرضي غرورك ويشبع حاجاتك العاطفية والنفسية الغاضبة، ثم تعود للهدوء العاطفي مع نهاية اليوم. برج الميزان. مهنياً، تلعب دوراً مهماً بعملك وتحصل أمور تسعدك وتتوجه اتجاهاً جديداً في خياراتك. عاطفياً، شعور غريب وحب متبادل مع الطرف الآخر يغير نظرتك للحياة ويجعلك سعيداً. برج العقرب. مهنياً، قد تشعر اليوم بتوتر خفيف نتيجة أخطاء مهنية ارتكبتها بسبب عدم الحيطة والحذر. عاطفياً، حالة من اللامبالاة العاطفية المتبادلة مع الطرف الآخر، خذ المبادرة للخروج منها لأنك تحتاج للحب. برج القوس. مهنياً، قد يلومك العديد من الأشخاص لأنك أعطيت وعوداً أخلفت بها، وقد تبرر ذلك بأن الظروف كانت أقوى منك. كن دقيقاً في المستقبل. عاطفياً، تشعر بإحساس ممتع ولا تستطيع تفسيره، ويدخل الفرح قلبك وتود لو يشاركك الجميع سعادتك، ربما هو الحب المتبادل. برج الجدي. مهنياً، عدة قفزات إلى الأمام في مجال العمل والمركز الاجتماعي والمهني، وقد يفسد الغرور إحداها، فكن متواضعاً وواعياً. عاطفياً، مشاعر متباينة وعدم فهم لما تريد، ولكن الطرف الآخر يساعدك بذكائه لفهم ذاتك وتوازن أحاسيسك العاطفية. برج الدلو. مهنياً، قد تتخذ اليوم أصعب وأهم قرار في حياتك لأنه يحدد مستقبلك المهني ودخلك المادي. التروي والدقة والهدوء من مسببات القرار الصائب. عاطفياً، أزمة عابرة مع الشريك أو الحبيب سببها الخلاف في وجهات النظر والتسرع في إصدار الأحكام. برج الحوت. مهنياً، قد تتلقى اليوم اتصالاً هاتفياً يبشرك بنجاح أمر
هو جزء من أهدافك وطموحك المهني، فتشعر بالسعادة وربما تقرر السفر في رحلة عمل. عاطفياً، تشعر اليوم بالإحباط بسبب تصرفات الحبيب أو الشريك الغير متوازنة وتغير مواقفه.